قصة كلوديا والماستر. في يوم من الأيام طلبت كلوديا اللي هي أحد تلامذة الماستر بمدارس الوعي والروحانيات، طلبت إنه هي تشوفه، وكانت محضرة لستة من الأسئلة اللي من العقل حتى تحصل على إجاباتها من الماستر. انتظرت فترة وبعدين وافق الماستر إنه هو يشوفها، لكن حدد لها موعد لقاء بالسينما. قال لها: كلوديا، أي فيلم حابة تشوفين؟ هي استغربت من السؤال، لكن قالت أوكي، ممكن أسألها بعد الفيلم. قالت: أكو فيلم أنا حابة أشوفه اسمه The Goodbye Girl للممثلة الفلانية. فقلها أوكي، راح نتقابل بالساعة الفلانية. التقوا بالسينما، اشتروا بوب كورن ودرينكس وفاتوا على الموفي. بعد ما بلش الموفي حست بأنه هذا مو الفيلم اللي هي كانت طلبته، ولا حتى الممثلة اللي هي كانت جاية تشوفها. فاستغربت وسألت الماستر، قالت له: ماستر، هذا مو الفيلم اللي احنا اختارينا. هو ابتسم، قالها: اي صح، بس خلينا نكمل، ممكن يطلع حلو. رجعت تاكل بوب كورن متضايقة بانه ما حصلت على الشيء اللي هي كانت مختارته. لكن بعد شوية من متابعة الفيلم شافت انه القصة رائعة جدا، والممثلين وأدائهم فوق الخيال. المناظر اللي بالفيلم والحكمة العميقة اللي بالأحداث، استمتعت جدا بهذا الفيلم رغم أنه هو كان خارج توقعاته. كان مليان فرح، دموع، وعمق بالأحداث بها حكمة كبيرة. طبعا كلوديا بعد ما غادروا السينما ليتمشون بطريق البيت، سألت الماستر إنه: أنت تعمدت تجيبني على هذا الفيلم؟ قال لها: لا، احنا فقط نكون ويا الفلو، نكون في التدفق ونسمح لأفضل الاحتمالات بأن تجينا، لكن انتي ممكن تحددين نفسك عن طريق توقعات عقلك، وبالتالي راح تحددين تدفق طاقتك. هو هذا اللي دا يحصل وياك بالحياة يا كلوديا ويا أغلب البشر، ان هم ممكن يكونون راسمين حياتهم بطريقة معينة، او يعتقدون انه من الطبيعي حياتي تمشي بهذا المسار مثل باقي البشر، عيش بسلام، حصل على وظيفة ثابتة، أسرة، مبلغ مالي، أشعر بالأمان للبقاء،
للنجاة. وغالب اختياراتنا وقراراتنا تكون متمحورة حول النجاة أو السيرفايفل. وبنفس الوقت احنا محددين تجاربنا جدا لدرجة انه هي اصبحت متوقعة مكررة ومملة، فقط حتى نبقى بالسيف سايد او في دائرة الامان. كلوديا نظرت إلى السماء وأخذت نفس عميق. قالت فعلا لما أراجع حياتي أشوف أنه كل اختياراتي كانت مبنية على خوف، خايفة أجرب شيء جديد، خايفة أروح لمكان جديد أو أفوت بعلاقة جديدة أو حتى أترك وظيفتي اللي أنا مو مستمتع بيها وأجرب شغل جديد. حتى المكانات اللي أتسوق منها دائما أروح للمكان اللي أعرفه ونفس الكافيه اللي أشرب بيها اللاتيه. فلهذا وصلت لمرحلة بأني مليت من حياتي، مليت من ذاتي، لأني صرت أكرر نفس الأفكار، نفس الأنماط الطاقية، وحتى نفس الأشخاص بدوا يتكررون في حياتي. لكني ما كنت متخيلة أنه هذا بسبب تحديدي لطاقتي. والآن ومن خلال هذا الفيلم الجميل اللي شفناه فهمت وأدركت بأنه احنا الوحيدين اللي نحدد حياتنا، نحدد احتمالاتنا بالأشياء اللي نشعر بيها فقط بالأمان وبالنجاة. وبالتالي ممكن نحرم نفسنا من عدة تجارب بها عمق أكثر، بها اكتشاف وتوسع أكثر بسبب توقعاتنا وأحكامنا. حضنت الماستر وقالت له شكرا، هذا اللي كنت محتاجته، واللي هو أفضل بكثير من لو كنتم جاوبني على هذه الأسئلة اللي من العقل. ليش يتكرر وياي هذا النوع من العلاقات؟ ليش دائما الوفرة محدودة في حياتي؟ ليش كذا؟ وما كنت مدركة بأنه أنا الماستر. أنا اللي أحدد تدفق طاقتي، هل أفتحها شوية حتى ما أحس بالخوف، ولا أكون منفتحة كليا وما أخاف من طاقتي أنا، لأني مدركة بأنه هنالك حماية طبيعية. عندما أكون في تدفقي أنا وليس من ضمن
طاقات الآخرين، لأنه أغلب البشر ينجرفون في أنهار تدفقات الآخرين والمجتمع والسوشيال ميديا، وبالتالي هم يخرجون عن نهرهم الصافي، طاقتهم النقية اللي لو سمحوا لها راح تجيب لهم أفضل الاحتمالات المناسبة لهم من غير توقعات. فكل ما حسينا بأنه احنا ابتعدنا، فقط ناخذ نفس جميل ونرجع لنهرنا لتدفق طاقتنا احنا اللي دي وصلنا من روحنا. ونشعر بالامان انه هنالك حماية طبيعية، ما نخاف من طاقتنا لانه هي دائما راح تكون لطيفة معنا، ممكن تكون خارج عن توقعات العقل ونسختنا البشرية، لكن دائما حتمثل شغف روحنا الحقيقي بالتجربة، التعبير والتوسع.